بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور إبراهيم، وإن شاء الله هنشرح مع بعض الجنرال أناتومي أو الأناتومي الخاص بأول موديول، وده هينزل إن شاء الله في صورة محاضرات يوتيوب، وهيبقى إن شاء الله فري بإذن الله. قبل ما نتكلم في فيديو هينزل مخصوص هنتكلم فيه على التعامل مع الكلية والتعامل مع أولى طب، وإزاي تتغلب على المشاكل في الأولى، وإيه أصلاً المشاكل اللي بتواجهنا وإزاي نتغلب عليها وكده، ده هنتكلم عنه بصورة مستقلة في فيديو كده صغير إن شاء الله. هنتكلم دلوقتي في اول محاضره سهله وخفيفه بس مهمه جدا، لان التيرمز او المصطلحات اللي انت هتدرسها هي اللي هتكمل معاك للابد. تمام، طبعا في البدايه دلوقتي هتلاقيني انا بحاول اترجم بقدر الامكان كل الكلام بحيث اساعدك في انك انت تقدر تذاكر. تمام، طبعا في الاول انترودكشن، مقدمه للاناتومي اللي هو علم الاناتومي، بيقول لك عرف لعلم الاناتومي، بيقول لك علم الاناتومي بمنتهى البساطه هو علم التشريح بالعربي. تشريح يعني انا بقطع او بشرح عشان ادرس النورمال استراكشر او التركيب الطبيعي بتاع جسم الانسان. يبقى التشريح اللي هو انا بقطع عشان ادرس النورمال اناتومي او النورمال استراكشر، التركيب الطبيعي، وفي الاورجانز الاعضاء في جسم الانسان الحي، ان ذا ليفنج اورجان. يبقى تاني، الاناتومي means cutting up for studying the normal structure or for organs، او نقدر نعرفه ده الساينس اللي بيدرس النورمال استراكشر اوف ذا اورجانز، التركيب الطبيعي للاعضاء بالجسم المختلفه. تمام، كلام جميل جدا. الاناتومي عندنا في حوالي 5 أو 6 تايبس اوف اناتومي موجودين وفي على مستوى الطب. اول علم هو الماكروسكوبيك، وكلمه ماكرو يعني حاجه لارج، يعني ده دراسه تركيب الاعضاء بالنيكد اي اللي هي العين المجرده. يبقى الماكروسكوبيك اناتومي، وده اللي انت هتدرسه في الاناتومي، ماكروسكوبيك اناتومي ستادينج نورمال ستراكشر اوف اورجانز باي نيكد اي، يبقى بدرس تركيب وتشريح الاعضاء عن طريق اللي بشوفها بالعين المجرده. تمام، طيب في علم تاني بقى بيدرس تركيب الخلايا تحت الميكروسكوب، بسميه انا المايكروسكوبيك اناتومي، وده بندرسه في علم اسمه الهيستولوجي. بدرس النورمال ستراكشر للخلايا اللي هو التركيب الطبيعي او التركيب النورمال الطبيعي للخلايا تحت الميكروسكوب. تاني حاجه او تالت حاجه، في نوع بيدرس حاجه اسمها الديفلوبمنتال اناتومي. ديفلوبمنتال اناتومي، كلمه ديفلوبمنت يعني تطور، ديفلوبمنت يعني تطوري، يعني بيدرس علم تشريح الاجنه، يعني بيدرس خطوات تكوين الجنين، وده احنا بندرسه في صوره حاجه اسمها الامبريولوجي. تمام، بعد كده في حاجه رابعه، قال لك انا بربط الاناتومي او بربط الاناتومي بالطب، يعني مثلا اجي ادرس التركيب الطبيعي او التشريح الطبيعي مثلا بتاع الليفر اللي هو الكبد. تمام، روح حاجه اقول لك مثلا الكبد ده بيتكون من ليفت لوب ورايت لوب. تمام، جيت اقول لك بقى ان في مثلا في ابنورماليتيز او باثولوجي، امراض بتطلع في الليفت لوب اسمها كذا وكذا وكذا، ده اسمه ابلايد اناتومي. يبقى الابلايد اناتومي بيعمل ايه؟ بيعمل ابلكيشن، بيطبق الاناتوميكال فاكتس، حقائق الاناتومي والتركيب على الطب والجراحه. تمام، وده بنلاقيه بتدرسه بالظبط انت الابلايد اناتومي في حاجه اسمها السيرجيكال اناتومي. سيرجيكال اناتومي ده بناخده ان شاء الله عليك خير لما تيجي تاخد الجراحه. تمام، حاجة تالتة أو حاجة خامسة، السيرفيس أناتومي. يعني إيه السيرفيس أناتومي؟ دلوقتي فلنفترض إنك أنت جراح، كلام جميل، وداخل مثلا تشيل الزايدة العيان، هتفتح فين؟ يعني إيه النقطة اللي أنت هتفتحها على جلد الإنسان عشان تلاقي الزايدة تحتيها؟ ده السيرفيس أناتومي. يبقى إيه السيرفيس أناتومي؟ إن أنا بعرف ايدنتيفيكيشن، التعرف على البوردرز اوف الاورجانز، حواف الاورجانز ومكانها على السكين سيرفيس، على ايه؟ على جلد الانسان. دكتور مثلا ده داخل يعمل كوليسيستيكتومي، يعني داخل يشيل المراره، هيفتح فين؟ المكان اللي هيفتح فيه ده هيعرفه، نعرفه بحاجه اسمها السيرفيس اناتومي، اللي هو ايه؟ بعرف البوردرز بتاعت الاورجانز، حدود الاورجانز فين على مستوى سطح الجلد. اخيرا طبعا الراديولوجيكال اناتومي ده بتاعنا احنا، اللي احنا بندرس تركيب وتشريح الاعضاء بس على مستوى الايه؟ على مستوى الايه؟ الاشعاعات المختلفه، سواء سي تي اللي هو الاشعه المقطعيه، او الام ار اي الرهنيين، او الاكس راي اللي هي الاشعه العاديه. تمام؟ كلام جميل جدا. يبقى ده كده الديفينيشن اوف اناتومي، ده العلم اللي بيدرس تركيب او النورمال ستراكشر اوف اورجانز. طب هيدرسها ازاي؟ عن طريق انه يشرح الميتين فيدرسهم. طيب اوف ستادي، عندنا ماكروسكوبيك اناتومي، انا بدرس التركيب بالعين المجرده، مايكروسكوبيك اناتومي بدرس التركيب تحت الميكروسكوب،
developmental anatomy بدرس ال intrauterine fetal life applied anatomy بطبقه بشوف ايه الفاكتس الانوبيكال فاكتس بربط بينها وبين الميديسن اللي هو البطنه وبين السيرجري اللي هي الجراحه. السيرفيس اناتومي اللي هو المكان اللي بيسحب المكان اللي بيدخل منه الجراح بعرف الايدنتيفيكيشن اوف البوردرز بعرف حدود الاورجنز على مستوى سطح الايه على مستوى سطح الجسم. واخيرا راديوجرافيك اناتومي بدرس تركيب وتشريح الجسم اللي هو النورمال استراكشر في الايه في وسائل او في الاشعه المختلفه السي تي والام ار والاكس ري والصور. نتكلم بقى على حاجه اسمها الاناتوميكال بوزيشن اند اناتوميكال بلينز. ايه الاناتوميكال بوزيشن؟ ده الوضع الايديال المثالي للتشريح اللي بوصف من خلاله الحاجات. يعني احنا هننزل تحت دلوقتي ناخد ترمز اوف ريليشن شيب ترمز اوف بوزيشن ترمز مش عارف ايه الكلام ده كله بعمله لازم شريطه ان يكون الجسم في وضع الاناتوميكال بوزيشن. طب ايه هو يا دكتور وضع الاناتوميكال بوزيشن اللي هو واقف فيه هذا الانسان؟ ان الانسان او الهيومن بينج ده يكون ستاندنج اريكت واقف على رجليه. اريكت يعني ستاندنج اريكت واقف على رجليه. الفيس والاي لوكينج فورورد يعني عينيه بيبصوا قدام. يبقى الفيس اللي هي الوش والايز العين ار لوكينج فورورد فورورد للامام. دراعاته الارمز are hanged beside the trunk يعني دراعاته جنبيه beside the trunk. الترنك ده يا شباب اللي هو يطلق على المنطقة دي اللي هي تشمل الشيست والصدر يعني والأبد من البطن والبيلفس الحوض ده الترنك تمام. تكون دراعاته الاتنين جنبيه ومش بس كده يكون البالم اللي هو كفة الايد facing forward بصل قدام. طب لما يكون البالم بصل قدام أسألك سؤال يا ترى الصباع الكبير اللي هو اسمه الصنب يكون بره ولا جوه؟ يكون بره ودي هنعرف بره بعد شويه عن اللاترال. يبقى ايه هو الاناتوميكال بوزيشن يا دكتور؟ والله الاناتوميكال بوزيشن ده الوضع اللي بعمل فيه التشريح او اللي اقدر من خلاله اسمي الحاجات. طب ايه شروطه؟ يقول لك الانسان ستاندنج اريكت واقف على رجليه عينيه ووشه باصين لقدام تمام لوكينج فورورد. الارمز ار هانجد بيسايد ذا ترانك دراعاته الاثنين جنبيه والبالم باصص لقدام البالم اللي هو راحه اليد وبالتالي بيكون الثمب اللي هو الايه اللي هو الصباع الكبير بره مش جوه. ده كده الاناتوميكال بوزيشن. ايه الاناتوميكال بلين؟ طبعا احنا عندنا لو انت راجل غير طبي فانت بالنسبه لك هتبقى بالنسبه لك البلينز عندك ثلاثه اللي هم الهوريزونتال بلين والفيرتيكال بلين اللي هو هيبقى بالنسبه لك البلينز اللي انت عارفهم اللي هو الهوريزونتال بلين والفيرتيكال بلين اللي هو الواي اكسس والزد اكسس والكلام البتنجان بتاع زمان ده كده. لا هنا بقى احنا في الطب عندنا بلينز او مستويات مختلفه. عندنا ثلاث مستويات بيقطعوا الجسم. اول مستوى اللي هو باللون الموف ده كده يا شباب ده مستوى بيقطع الجسم لنصين متماثلين نص من يمين ونص شمال ده اسمه الساجيتال بلين. يبقى الساجيتال بلين ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيرتيكال بلين خط بالطول بلين يعني مستوى بيقطع بيديفايد بيقسم البادي انتو رايت اند ليفت بارتس بيقسم الجسم الى رايت اند ليفت بارتس تمام تمام. يبقى ده كده الساجيتال بلين. يبقى الساجيتال بلين ده فيرتيكال بلين خط طولي بيقسم جسمنا الى رايت هاف وليفت هاف. وبيقول لك مش بس كده ده لو كان الرايت هاف شبه الليفت هاف بالظبط ساعتها بطلق على الساجيتال بلين ده اسم الميديان بلين. يجي لك مثلا في الام سي كيو الاسئله يقول لك فيرتيكال بلين ديفايد البادي انتو رايت اند ليفت بارتس ده ساجيتال ولا ميديان؟ تقول له ده ساجيتال. طب شوف السؤال ده فيرتيكال بلين ديفايد البادي انتو ايدنتيكال رايت اند ليفت بارتس ده اسمه الميديان بلين بينتهي بالايه؟ بينتهي بحرف الان. ركز جدا خلاص كلام جميل جدا. يبقى الاناتوميكال بلينز اول حاجه الساجيتال بلين. بعد كده حاجه اسمها الكورونال بلين. الكورونال بلين ده كده عباره عن خط طولي بيقسم الجسم لنصين قدام وورا اللي هو هنا عندنا الاخضر ده. يبقى الاخضر ده بيجي في الراس كده تخيل انت بص من فوق ده الراس ده قدام وده ورا هيقسم الدنيا كده نص قدام ونص ورا ده اسمه الكورونال بلين. ومتسمى ليه علاقه بالكورونا عارفين انتوا التوكه او مش عارف اسمها ايه اللي بتسوي البنات على شعرهم دي ما علينا. المهم يبقى الكورونال بلين ده كده الفيرتيكال بلين اللي بيقسم الجسم انتو فرونتال اند ايه اند
بوستيريور بارتس، فرنتر قدام او انتيرير قدام وبوستيريور، هنعرفهم كمان شويه. اخر حاجه الترانسفيرس بلان، ده عباره عن ايه؟ خط افقي بيقسم الجسم لنصين، واحد فوقاني واحد تحتاني. يبقى ببساطه شديده جدا الاناتوميكال برينز، واحد بيقسم الجسم نصين يمين وشمال ده اسمه سجده، واحد بيقسم الجسم بالطول نصين قدام وورا ده اسمه كورونال، واحد بيقسم الجسم بالافق افقيا الى فوق وتحت ده اسمه ايه؟ اسمه الترانسفيرس بلين. هندخل بقى على حاجه مهمه جدا، الحاجات دي لازم تحفظها زي اسمك، لان ده التعامل في المستقبل، يعني انت في المستقبل كدكتور مش هتعامل الناس غير بالالفاظ الجايه دي، تمام؟ في كل المواد في كل حاجه. ده كده اناتوميكال تيرمز او مصطلحات تشريحيه احنا بنتكلم من خلالها، تمام؟ طبعا عامل كام رسمه كده تبسيطيه عشان نقدر نشرح لكم ونقدر نفهم. طبعا لو احنا شرحنا الانسان بنلاقي اول حاجه الجهاز التنفسي من فوق اللي هو الريسبيراتوري سيستم. طبعا ده من ضمن مكوناته الرئه اللي هي اللنج، تحتها في البطن بيبقى الليفر اللي هو الكبد، وتحت الليفر بتكون الرايت كيدني اللي هي الكليه اليمين. كلام جميل جدا. عايز اوصف اللنج، عايز اقول ان اللنج فوق الليفر، هقول ايه؟ هقول ان اللنج از سوبيريور للليفر، يبقى سوبيريور يعني اباف، وبلو يعني ايه؟ يعني انفيريور. يبقى اللنج فوق الليفر، يبقى اللنج سوبيريور للليفر. طب الرايت كيدني تحت الليفر، يبقى الرايت كيدني انفيريور للليفر. يبقى اول مصطلحين سوبيريور فوق وانفيريور تحت. كلام جميل. طيب تاني مصطلحين، لو احنا قسمنا الانسان بالعرض يعني بالسجيتال بلين، قسمناه كده بالعرض، تمام، وبصينا كده هنلاقي ان في الورا خالص في السباين اللي هو العمود الفقري، تمام، اخدناه زمان او مش زمان قوي في الثانويه، تمام. مثلا قدامهم شويه حاجات، ومثلا الليفر، وبعد كده مليكم مثلا الكولون اللي هو مين؟ اللي هي الامعاء الغليظه. يبقى ده السباين السباين، وده الليفر اللي هو الكبد، وده الكولون الامعاء الايه الغليظه. عايز اقول ان السباين يقع خلف الليفر، ورا الليفر. ورا يعني بوستيريور، يبقى ورا بيهايند يعني بوستيريور. عايز اقول ان الكولون او اللارج باول بتقع قدام الليفر، يبقى انتيريور. يبقى تاني ببساطه قدامي يبقى انتيريور ليا، ورايا يبقى بوستيريور ليا، فوقية يبقى سوبيريور ليا، تحتية يبقى انفيريور ليا. كلام جميل جدا. يتبقى لنا مصطلحين مهمين جدا، هو الميديال واللاترال، تمام. مش احنا لسه قايلين زمان في الاناتوميكال بوزيشن قلنا الانسان واقف ستاندنج اريكت، عينيه ووشه باصين له قدام والبلم قدام، وقلنا في هذه الحاله بيكون الصنب اللي هو الـ احنا عندنا الصوابع 5 صوابع، صح كده؟ اللي هو ايه؟ الثمب اللي هو الصباع الكبير، بعد كده الصباع مش احنا عندنا خنصر بنصر وسطى سبابه ابهام، تمام الثمب، تمام، اول صباع ده الصنب، بعديه الصباع اللي بشاور بيه اسمه الاندكس فينجر اللي بشاور بيه، بعد كده الصباع اللي في النص اسمه الميدل فينجر عشان في النص، بعد كده الصباع اللي بحط فيه الخاتم فبيسموه الرينج فينجر، واخيرا الصباع الصغير بيسموه الليتل فينجر، تمام. قلنا في الاناتوميكال بوزيشن بيكون الصباع الكبير اللي هو الصنب من بره، والصغير بيكون من جوه. بالنسبه لايه؟ بالنسبه لللاين اللي في النص اللي هو الميديان بلين، فقال لك بس اي حاجه قريبه من الميديان بلين هقول عليها ميد يل بالال، واي حاجه بعيده عنه هقول عليها لاترال لاترال، تمام. وبناء عليه تقدر تقول الصنب ده ميديال ولا لاترال، من بره ولا من جوه؟ الصنب من بره يبقى لاترال، بينما الليتل فينجر من جوه يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ميديال، تمام. نفس القصه، الكلام معكوس فين؟ معكوس في الرجلين. الصباع الكبير اللي هو البيج تو، الصباع الكبير ولا البيج تو، من بره ولا من جوه؟ من جوه، يبقى ده ميديال. اما الليتل تو الصباع الصغير، من بره يبقى بيكون ايه؟ بيكون لاترال. يبقى ميديال ناحيه الميديان بلين، اما ناحيه وسط الجسم يعني، ولاترال ناحيه بره. دي كده التيرمز اوف ريليشن شيب مهمين جدا جدا جدا، انتيريور قدام، بوستيريور ورا، سوبيريور فوق، انفيريور تحت، ميديال قريب من الميديان بلين، لاترال بعيد عن الايه؟ بعيد عن اللاترال بلين. ندخل بعد كده على التيرمز اوف كومباريزون اللي هي
مصطلحات لها علاقه بالمقارنه او كده. تمام، ركز معايا. يقول لك كل ما هو قريب من راس البني ادم، سواء البني ادم او الحيوان، كل ما هو قريب من الراس بسميه كرينيال. اي حاجه قريبه من الراس بسميها ايه؟ كرينيوم. يبقى نيرر تو ذا هيد، قريبه من الراس. واي حاجه قريبه من الرجل في الانسان او الديل في الحيوان بسميها كودل. يبقى كرينيال للهيد، كودل للديل او الايه او ورا او يعني الرجل بالنسبه للانسان. كلام جميل. زمان قلت لك الترنك، لو تفتكر في الرسمه دي قلت لك المنطقه دي بنسميها احنا ايه؟ بنسميها الترنك، اللي هو الثوركس اللي هو التشيست او الثوركس اللي هو الصدر، والبطن اللي هو الابدومن، والبلفس اللي هو الحوض. اي حاجه قريبه منهم بنسميها بروكسيمال، بروكسيمال. واي حاجه بعيده عنهم بنسميها ديستال. يبقى تاني بنطلع كرينيال قريبه من الراس، كودل قريبه من خليها قريبه من الايه؟ من الديل، او قريبه من الايه؟ قريبه من الرجلين يعني. بعد كده قريبه من الترنك بسميها بروكسيمال، بعيد عن الترنك بسميها ديستال. عشان كده لو قلت لك ان ده كده اسمه الابر ليمب، ابر ليمب يعني الطرف العلوي، ليمب يعني طرف، وابر يبقى ابر ليمب يعني الطرف العلوي. الطرف العلوي بتاعنا مكون من حاجتين، منطقه العضد اللي هي العضد اللي اسمها الارم، ومنطقه الساعد اللي هي الفور ارم، وبعد كده منطقه الهاند اللي هي الايد، وفي النص في مفصل، في مفصل هنا اسمه الالبو اللي هو الكوع، ومفصل هنا اللي هو الريست. ده الابر ليمب. كلام جميل. طيب خد بقى الاسئله دي وجاوبنا عليها. الالبو، لو احنا نقارن الالبو والريست، مين فيهم بروكسيمال وفين فيهم ديستال؟ يبقى اشوف مين قريب للترنك. مين اللي قريب للترنك؟ اكيد الالبو. يبقى الالبو ده ايه؟ بروكسيمال، بينما الريست ده ديستال. كلام جميل. طيب مين الارم تعتبر بروكسيمال ولا ديستال؟ الارم تعتبر بروكسيمال، بينما الفور ارم تعتبر ايه؟ تعتبر ديستال. طب الفور ارم والهاند مين فيهم بروكسيمال ومين فيهم ديستال؟ الفور ارم تبقى بروكسيمال بالنسبه للهاند، بينما الهاند تبقى ديستال بالنسبه لايه؟ للفور ارم. دي امثله عشان تعرف تفهم. يبقى بروكسيمال اي حاجه قريبه للترنك بروكسيمال، واي حاجه قريبه من بعيد عن الترنك اسمها ديستال. تمام. وركز، ده بيقول لك اوف كومباريزون، لو انا بقارن حاجتين ببعض. يعني مش دايما الريست هيكون ديستال، لا، ما انا لو قارنت الريست بالهاند هلاقي الريست بروكسيمال والهاند ديستال، بينما لو قارنت الريست بالارم هيبقى الارم بروكسيمال والريست ايه؟ ديستال. يبقى دي مصطلحات لما اجي اقارن مكان بمكان. زي مثلا اجي اقرا برضو القدم اللي هو احنا زي ما عندنا ابر ليمب طرف علوي، عندنا لور ليمب طرف سفلي. اللور ليمب مكون من ايه؟ مكون من الفخ ده، منطقه الفخ ده اللي هي اسمها الصاي، بعد كده الليج اللي هي المنطقه اللي من تحت دي، بعد كده الفوت اللي هي القدم. نفس القصه، الصاي بالنسبه للليج ايه؟ هقارن الاثنين ببعض، الصاي بروكسيمال والليج ديستال. طب قارنت الليج بالفوت، مين فيهم بروكسيمال وديستال؟ الليج بروكسيمال والفوت ديستال. طب قارنت الفوت بالبيكتو، بقى البيكتو هو اللي ديستال، والايه؟ والفوت هي اللي بروكسيمال. تمام. يبقى دي بقى مصطلحات مقارنه، يبقى البروكسيمال قريب للترنك وديستال بعيد عن الترنك. اخر حاجه بقى فينترال ودورزال. فينترال جاي من كلمه فينترم اللي هي البطن. يبقى كل ما هو قريب من الانتيرو ابدومينال وول، يعني ايه انتيرو؟ قدام ابدومينال اللي هي البطن، وول يعني من اي حاجه قريبه من البطن، يعني من سطح البطن بسميها فينترال، واي حاجه قريبه من الظهر بسميها دورزال. يبقى فينترال قريبه من البطن، دورزال قريبه من الايه؟ قريبه من ال من ال اسمه ايه ده كده؟ قريبه من اللي هو الفيرتبرال بون او السباين اللي هو الايه؟ العمود الفقري. يعني مثلا لو قلت لك ان الاورطه او الاي في سي، بلاش الاورطه، الاي في سي اللي هو مين الاي في سي ده؟ الانفيريور فينا كيفا. لو قلت لك ان الانفيريور فينا كيفا اللي هو الوريد الاجوف السفلي تقريبا، حاجه زي كده يعني، اللي اسمه الانفيريور فينا كيفا، بيقع ورا الليفر. تمام. يبقى نقدر نقول ان الاي في سي ده قريب منين؟ قريب من الايه؟ قريب من السباين اللي هو العمود الفقري. يبقى نقدر نقول على الاي في سي ده كده دورسال.
تمام. بينما مثلا الكولون مثلا بيقطع قريب من السكن، من الانتيرور ابدومينال وول، يعني قريب من سطح البطن الامامي، فاقدر اسميه اقول عليه ايه؟ فنترال. يبقى اي حاجه قريبه من البطن فنترال، اي حاجه قريبه من الظهر اسمها ايه؟ اسمها دورسال. بعد كده عندنا تيرمز اوف موفمنت، مصطلحات ليها علاقه بالحركه، دي ان شاء الله انا هعملها في فيديو، بس هقول لك يعني دلوقتي ايه الكلام النظري بتاعها. اي حركه بعملها اكعبش، الكعبشه او البندنج اسمها فليكشن. يبقى مثلا كعبشت ايدي، كعبشت رجلي، ده فليكشن. طيب فردتهم اسمه اكستنشن، يبقى كعبشه فليكشن، فرده اكستنشن. يبقى فليكشن تو بند، انك تحني، اكستنشن تو ستريت، انك تفرد. بعد كده حركت دراعك بعيد، شوف بعيد فيها كلمه به اهي، يبقى عملت ابدكشن. اما حركتها قريب ادكشن. طيب حركت اللي هو كتفك او الكتف او الحوض في كذا في كذا في كذا زاويه اسمها سيركمدكشن. تمام، الكلام ده كله همثله لك، بس بقوله لك كايه، كاسماء دلوقتي عشان تحفظ. يبقى السيركمدكشن يقول لك مالتي اكسيال موفمنت، يعني حركه متعدده المحاور. تمام، عباره عن فليكشن وابدكشن واكستنشن وابدك، كل ده مع بعضه كلام جميل. بعد كده عملت حركة لقدام اسمها بروتراكشن، زي مثلا طلعت كتفك لقدام بروتراكشن، لورا ريتراكشن. طيب حركت رجليك اللي هي رجليك اللي هي الفوت لفوق، يبقى اسمها دورز فليكشن، حركتها لتحت اسمها بلانتر فليكشن. تمام، بعد كده بيقول لك في حركة اسمها السوباينيشن والبرونيشن. لو انت نايم والبالم اللي هي راحة اليد باصة لفوق، ده اسمه سوبيني، يعني انت كده سوباينيشن، لفتها لتحت يبقى اسمها برونيشن. هوريها لك برضو. روتيشن حاجه اسمها برضو انفيرجن وانفيرجن، الكلام ده كله هوريه لك ان شاء الله في فيديو. اخر حاجه في محاضرتنا النهارده البادي كافيتيز، بيقول لك يا فندم ان انا عندي الجسم بتاعنا كده في شويه كافيتيز فينترال قريبه من سطح البطن، وشويه كافيتيز من ورا. يبقى فينترال كافيتيز ودورسال كافيتيز. الفينترال كافيتيز زي مين؟ زي الثوراسيك كافيتي، اللي هي الكافيتي بتاع الثوراكس. ثوراسيك جاي من كلمة ثوراكس اللي هو الصدر. تمام، يحتوي على اللنج والهارت، الرئة والقلب. وعندنا هنا من تحت في الابدومينال كافيتي والبلفس، الابدومينال كافيتي اللي هي بتاعة البطن والبلفس بتاعة الحوض، وتحتوي على الابدومينال والبلفيك فيسرا. احنا عندنا فيسرا اللي هي الاعضاء الداخلية. كلام جميل جدا. وبيقول لك ان سواء الثوراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي بيكونوا محيطون او حواليهم حاجه اسمها سيروس ممبرينز. ممبرين يعني غشاء، سيروس ممبرين زي الغشاء، الغشاء اللي بيحيط بالقلب اسمه البريكارديوم، الغشاء اللي بيحيط باللنج اللي هي الرئه اسمه البلورا، الغشاء البلوري، والغشاء اللي محيط بالبطن اسمه البريتونيوم او الغشاء البريتوني. اخر حاجه بقى الدورسال بادي كافيتيز او الدورسال بادي كافيتيز، عندنا احنا كرينيال كافيتي اللي هي بتبقى في الراس، وده تحتوي على البرين. وعندنا الفيرتبرال كانال اللي هي ماشيه جوه الكانال، اللي هي ماشيه جوه الفيرتبرا. الفيرتبرال يبقى احنا قلنا الفيرتبرال بادي او الفيرتبرا اللي هي الفقره. ولو انت تفتكر زمان الفقره، واحنا بندرس تركيب الفقره، فاكرين الرسمه دي كانت عليكم زيد زمان او في الاحياء، كان في كانال في النص كده اللي هو ايه، كانال اللي هو مجرى بيمشي فيه السباينال كورد، اللي هو التجويف ده اللي كان بيمشي فيه السباينال كورد. اللي هو الحبل الشوكي. يقول يبقى الكرينيال كافيتي اللي فيها البرين والفيرتبرال كانال اللي فيها الحبل الشوكي والسباينال كورد، ده يحاط بحاجه اسمها الميلنجيس، اخدتوها زمان فاكرين الام الحانيه والام مش عارف ايه والام مش عارف ايه، كان اسمهم الميلنجيس. يبقى ملخص محاضره النهارده، اتكلمنا عن الاناتومي، عرفنا ايه هو الاناتومي، وعرفنا انواع الدراسه على مستوى العين المجرده ميكروسكوبيك، تحت الميكروسكوب مايكروسكوبيك، وانا بدرس الجنين اسمه الديفلوبمنتال اناتومي، بعد كده وانا بدرس تطبيقات الاناتومي في الطب والجراحه اسمه الابلايد اناتومي. لو انا
عشان اعرف مكان الاعضاء على جسم على سطح الانسان او على السكن اسمه السيرفس اناتومي، وعشان اعرفه في الاشعه اسمه راديولوجيكال اناتومي. بعد كده عرفنا ايه هو الاناتوميكال بوزيشن، قلنا ده الوضع الايديال للتشريح اللي بيكون فيه الانسان واقف اريكت، عينيه ووشه لقدام، دراعاته جنبيه والصنب بره. بعد كده اتكلمنا عن اناتوميكال بلينز اللي هو الساجيتال بلين والكورونال بلين والترانسفيرز بلين. الاناتوميكال تيرمز، وعرفنا ايه هي التيرمز اوف ريليشن شيب، قدام انتيريور، ورا بوستيريور، فوق سوبيريور، تحت انفيريور، قريب لجوه يبقى اسمه ميديا، اللي بره اسمه لاترال. تمام. تيرمز اوف كومباريزون، قلنا حاجه قريبه من الراس كرينيال، حاجه قريبه من الرجل كودال، حاجه قريبه من الترنك قلت بقول عليها بروكسيمال، حاجه بعيد عن الترنك قلت بقول عليها ديستال، حاجه قريبه من البطن قلت بقول عليها فينترال، حاجه قريبه من الظهر بقول عليها دورسال. وعرفنا الحركه، قلنا دي هنأجلها لايه، لفيديو هيبقى لايف هتكلم فيه عفوا عن الحركات امثلها لكم. واخيرا عرفنا ايه هما البادي كافيتيز، وبكده بتكون خلصت محاضره، محاضره خفيفه وبسيطه. في البدايه بتكون الموضوع صعب جدا 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 وشاق، بس شويه بشويه لنفسك مشيت وبقت الدنيا زي الفل ان شاء الله.